ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع كان قد حدث سابقا وأثار ضجة كبيرة، لكنه يعود مرة أخرى ليثبت الضعف الحقيقي في معالجة الأزمات الموجود في العراق، إن كان من مسؤول محلي أو إن كان من مسؤول الدولة بشكل عام. نفوق الأسماك في نهر العشار في محافظة البصرة السبب مجهولا كما حدث سابقا، وهناك من يرجح أنه بسبب تلوث المياه بمياه الصرف الصحي التي ترمى في الأنهر دون معالجة، فضلا عن المخلفات الصناعية التي يتم رميها فيه. فنشاهد.